اليوم مش نحكيه على سيدنا بهنا. سيدنا بهنا هو أنجز سنة 65، وقت طاقة الاستيعاب نتاعو عند الإنجاز هي 87.6 مليون متر كوب. اليوم في 2016 طاقة استيعاب السد وليت 58.7 مليون متر كوب. ممكن السؤال اللي نسألوه هو وين مشيت النسبة نتاع الفارق هذيك؟ النسبة نتاع الفارق هذيا مشيت كلها رواسب. الرواسب هذه يعني من عام 65 لليوم الدولة ما صرفتش على السد في عمليات صيانة أو عمليات جهر، وهذا اللي أثر على السد في طاقة الاستيعاب نتاعو. اليوم السد هذا تقريبا وصل فيه 2.4 مليون متر كوب، يعني حالة كارثية. هو خط أحمر تقريبا تجاوزناه في السد هذايا، وهذا الشيء اللي خلى السلطة المعنية لوزارة الفلاحة وأنها تاخذ قرار غلق السد نهائيا بتاريخ غرة جوان 2016. تو مدة تجي 3 ولا 4 سنين ما ولا بالإقصاد، يعطوا فينا من 15 يوم ويعطوا فينا بال 20 يوم. معناها الزر ما هوش مكافي وما هوش شارب الماء على كي على أظنه. لكن فاش بقينا تول ويعطوا فينا بالشهر شهر الجر كما هذا كيفاش يقيم بالله؟ تو جبت الكعبه ونحلت وكل شيء يجيب الجر ما عادش يساعد بالشهر. هم سمعوه ضربه واحده ما عادش عاطينا خلاص، ما عادش لا بالشهر لا بال 20 يوم ما عادش عاطينا الماء خلاص ضربه واحده. هم سمعوه البراج من ظهره ما ندروش لما عدينا للساحل ولا مسكر هكاك ما ندروش عليه الوقت بتاعنا. الفلاح وقت لقى روحه اليوم 21 يوم المزارع نتاعو تقريبا والحقول نتاعو من غير ماء، شيء اللي خلى الصابه بدات تتضرر وبدات تتساقط، التجا انه باش يعمل حلول بديله في غياب حلول اللي من الدوله، انه عمل محطات، عمل معناتها محطات تجميع يجيب ولا لفوراج نتاع الماء صالح للشراب يحولوا فيهم للمنطقه السقويه ويعملوا هالمحطه هذه باش يجيبوا الماء ويعاودوا يوزعوه في وسط المزارع نتاعهم. النتيجه اول تشوف فيها هذه تزكي في الساعه ب 5000 فرنك. الساعه ب 5000 فرنك بالله يرحم بيك الفلاح قداش يعاني، يعني الخدام ب 20000 يزكيك النهار ب 20000 ب 25000. الخدام اصلا يزكيك النهار ب 20 ب 25000، وهذا يزكي 10 سوايع ولا 12 ساعه في ال 5000 قداش تطلع؟ لهنا يا ولد عمي مش نقول لك اللي واجد زقا والمش واجد ترى السواني من قبله مش لحقها الماء. فهم نقول لك عليه مش لحقها الماء. عين الكبريت هذه تبعد تقريبا 2 كيلومتر على سدنا بهنا، هو نشوفوا الماء اللي قاعد يجري من عين الكبريت هذايا هو بير دولو قاعد جاي سوتر من سدنا بهنا من تحت جبل. العين هذه حاليا توا في الوضعيه الحاليه نتاع السد اللي هو مغلق توا فارغ تضخ في 29 إترا في الثانيه. وقت اللي يبدا السد في احسن حالاته في الكميه الموارد المائيه كميه الماء تبدا توصل تضخ حتى 180 إترا في الثانيه. احنا التساؤل اليوم البيردولو هذايا اللي ماشي في الاوديه لما لا يتم استثماره من الجهات المعنيه لوزاره الفلاحه حتى كميه الموارد المائيه هذه نعاودوا نربطها بالسد وما تمشيش. احنا كنشوفوا هذه 24 ساعه وهي تجري بالطريقه هذه على مدى 365 65 يوم نشوفوا بيردولو اللي ماشي كبير اللي ماشي من السد. عندنا تو عندنا الماء في الجبل يا اخوي رخصنا في السنطيج. ما تعطيناش سنتاج الحاكم اخوي رخصنا في السنطيج. عندنا الارض خلينا نحفروا. تو من اللي يجي من معناه مد يديه مش يحفر في سنتاج لا الفلاحه تمنعوا تعطيني رخصه. يجي شوف السويني انت يجي شوف الفلاح الساير فيه. ما انا ما تشباوين في الاخر معناه تو البريمه ممكن مش يسقي زقفتين معناه وقص هذاك حد ما عادش باه ما عادش ينجم سي. تو هاك تشوف في الصيف في هذا وسخانه والزر معناه قاعد يرضع في الكعبه فهمتني ما نجموش معناها البريمه مش يسقي زقوتين في الصيف ومش يحبس. انا شو قلت استنى رحمه ربي لنا شنو بالله. لكن يعملوا لنا حل يطلعوا لنا سنتاج كبير في الجبل كما طلع الفلاح طلع سنتاج يعاون لبهانا فهمت يعاونوا لبهانا واللي جابوا لنا ماء اخر من الخارج من كانتويت. لابد من التسريع
المقصود وزارة الفلاحة لابد وأن تسرع في إنهاء مشروع جلب فايض مياه الشمال اللي قدرت تقريبا القيمة نتاعو ب 4.5 مليون دينار، واللي الدراسة نتاعو باش تدوم سنتين تو انطلقت منذ 8 شهور. احنا نطالبوا بمزيد التسريع في إنهاء هذه الدراسة حتى ربما تخلق حلول بديلة وحلول قريبة الأجل للقطاع الفلاحي في معتمدية السبيخة، في ظل تراجع منسوب مياه السد نبهانة، في ظل تراجع مواسم التساقطات في السنتين الأخيرتين.